السلام عليكم، معكم أجنس زرابي. مجبنا لكم العرض ديال واحد الدار، منزل تجاري كيتباع في حي المطار ناظور الجديد. جاي في واحد الموقع استراتيجي ديال التجارة كما كتشوفوا معنا. هذا هو الطريق الرئيسي ديال ناظور تويمة، في كراج كبير اللي يصلح يكون فيه مقهى او اي نوع ديال التجارة، لانه محل. الكراج كبير بزاف والموقع استراتيجي، موقع تجاري، كاينين تما دي كافي، كاينين بزاف ديال المشاريع تما. الكراج فيه واحد الطواليت، كراج كبير ما شاء الله، فيه جوج ديال البيبان. المساحه ديال الدار 136 متر مربع، ار بلس 3 وميزاني ولاكاف. ميزاني ديال السكنه دايرها كتطل على الكراج. ميزاني كبيره كما كتشوفوا، هذه هي الميزاني. المساحه ديال الدار كبيره ما شاء الله، 136 متر مربع، محفظه كما قلنا، فيها ثلاثه ديال الطوابق زائد الميزاني زائد لاكاف زائد ريتشوسي اللي فيه الكراج اللي وريتكم، كبير فيه جوج ديال البيبان. هذا البروميير ايطاج، البروميير ايطاج كامل صالونات. مولا هادي كان دارها ليه هو يسكن فيها، ديال الاطلاله على الواجهه، داك الطريق الرئيسي ديال ناظور حتى هو مقبلتنا. هذا هو الشارع فين جايه. البروميير ايطاج فيه غير الصالونات، دوزيام ايطاج فيه جوج ديال لي شومبر، صالون، واحد الهول كبير، وصال دو بان، والكوزينة. تروازيام ايطاج نفس الشيء. والسطح فيه مطبخ بطبيعة الحال وحمام. كاين بالكون هنايا في هاد الصالون هذا، غير هو الكوزينه باقي ما مركبينش ليها لي بلاكار ديالها، وديك الشيء باقي ما راكبينش في الكوزينه. الكوزينات كاملين باقي ما راكبينش فيهم، حتى لافابويات باقي ما راكبينش. عاد فوالا، هادي صال دو بان كما قلنا، لافابو باقي ما راكبينش في لي سال دو بان كاملين، حتى لا كويزين ماشي كومبلي، ما مسالياش. عاد هنا الدوزيام ايطاج اللي كنلقاو فيها بيت مباشره هنايا، كاين واحد الهول كبير بعدا كما كتشوفوا معنا. كاين البيت الاول اللي عنده شرجم على لافاساد، هذا هو كبير ما شاء الله. هذا الشارع كبير، وكاين تما واحد المقهى. هنايا كنلقاو الصالون اللي عنده الشرجم على لافاساد وفيه بالكون. هذا هو البالكون، غادي نشوفو دابا شويه. ملي كتكون المساحه كبيره بطبيعه الحال، المساحه ديال البيوت اولا ديال الصالونات كتكون كبيره ما شاء الله. هذا البيت الثاني حتى هو نفس الشيء، شرجم على لافاساد، وكاين لا كويزين وصال دو بان. هادي لاكويزين، حتى لاكويزين كبيرة ما شاء الله، عندها شرجم على الباتيو. وصال دو بان نفس الشيء، حتى هي عندها شرجم على الباتيو. دابا بقى لنا تروازيام ايطاج غادي نشوفوه، والسطح.
هذه الصال دو بان اللي كاينه في الدوزيام ايطاج. الدار كتبان فيها شويه ديال الغبره حيتاش مسدوده ما ساكناش، هادي ملي تبنات وهي هكا خاويه، ما عمر تسكنات، ما عمر باقي تسكنات عاد، كيف بناها مولاها الولاد ديالو، ولكن هو ما عندهم دار في بلاصه اخرى، داكشي علاش قرر يبيعها لانه ما بغاوش يسكنوا فيها حيت عندهم دار في بلاصه اخرى. نفس الشيء البيت الاول فيه البالكون، وهذا كما كتشوفوا معنا وشرجم على الفاصاد. كاين الصالون عنده شرجم على الفاصاد، وباقي البيت الاخر اللي بجنب الصالون حتى هو عنده شرجم على الفاصاد. الا كنتم مهتمين بهذا العرض ديالنا، ما عليكم الا اتصلوا بنا بالارقام اللي كيبانوا لكم في اسفل الشاشه ديال الفيديو، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع في مدينه الناظور، بالضبط في اقامه ايمن في الريد شوسي. حتى نتوما الا كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه اولا تكريوه، ما عليكم الا تتصلوا بنفس الارقام اولا تجيو عندنا لاجونس، وان شاء الله نتعاونوا على البيع ديال العقار ديالكم ان شاء الله بالثمن اللي بغيتوه نتوما. الثمن ديال هذا المنزل، هذا كما قلنا منزل تجاري ار بلس 3 بلس ميزاني ولا كاب، فيه كراج كبير ومنزل تجاري محفظ، الثمن ديالو 400 مليون سنتيم. هذا هو السطح ديالو، كبير ما شاء الله، وفيه كما قلنا مطبخ وحمام. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم والمتابعة ديالكم للقناة ديالنا، والناس اللي عندنا باقيين ما دايرينش ابوني نتمنى يديرونا ابوني للقناة ديالنا، واللي دايرين ابوني ديجا يفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا نتوما الاولين. وكنشكركم بزاف فين ما كنتو، الناس اللي كيتبعونا لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.